بص إذا متابعي قناة أشواق عاطفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من هنا من قلب الحدث من جماعة صامروت دوار إغران من هنا من نواحي مدينة شفشاون. نعتذر على الانقطاعات المستمرة للبث المباشر وذلك لضعف التغطية والشبكة ضعيفة هنا جدا للغاية. إذا كما تشاهدون الأعمال متواصلة لإنقاذ الطفل ريان، الأعمال كلها توجد أمامكم في صورة كاملة. كما تشاهدون 3 جرافات لا زالت قيد العمل فيما توقفت 3 أخرى. منذ قليل أخبرنا أحدهم أنها لا زالت فقط أمطار قليلة. صراحة يبقى سؤال مطروح، إلى متى تنتهي هذه الأمطار؟ للتذكير متابعي قناة أشواق عاطفي الإلكترونية، أنتم معنا في بث متواصل مباشر من نواحي مدينة شفشاون من هنا من دوار إغران، الدوار الذي سقط فيه ريان في البئر المشؤوم المعروف بالصودا. لازالت هناك الكاميرات ترصد حركات الطفل ريان. كما تقول الوقاية المدنية والسلطات أن الطفل ريان ما زال حيا وما زال يتنفس والحمد لله، فهذه معجزة كبيرة جدا جدا. فنحن نقترب من 3 أيام ولا زال والحمد لله ريان على قيد الحياة. لأن أعتقد أن الجرافات وصلت إلى حد الإحداثيات المطلوبة، فلا أعتقد أنه هناك وقت طويل لإخراج الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. الوقاية المدنية تتحرك بسرعة وتتفاعل مع الموضوع بجدية كبيرة. طبعا هؤلاء الجنود هم مجندون منذ اليوم الأول برفقة الإعلام ورجال الصحافة، أيضا رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية وعاملوا عمالة شفشاون الذي ظل هنا ليلة الأمس كاملة. أعتقد أنه في هذه الأثناء خرج على ما أعتقد. لمتابعي قناة أشواق تيفي، كما شاهدتم في الصباح الباكر قمنا بحوار مع أب ريان. قال لنا أنه في الأول كان مترددا لرؤية ابنه في هذه الحالة على جهاز الكمبيوتر، يقصد أمس وأول أمس، لكنه اليوم تشجع لمواجهة الحقيقة، ربما إن صح التعبير اليوم تشجع ليرى ابنه ولينظر إليه وهو في البئر. فقال أنه الحمد لله عندما رأى ابنه، ولو على ذلك الحال اطمأن قلبه وارتاحت نفسيته. أما عن الأم فقال لنا أنها لم تبتعد عن شاشة الكمبيوتر ولو لدقيقة،
كما قال أنها تغيب تارة وتخرج تارة أخرى، يعني تستيقظ عفوا تارة أخرى. متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، نسألكم الدعاء لهؤلاء الوالدان، ففعلا هي حالة لا نتمناها لأحد، هي حالة صعبة جدا 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 أن ترى ابنك ربما لا قدر الله يصارع الموت أمام عينك وأنت لا تستطيع فعل أي شيء، ففعلا هذا أمر صعب 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 للغاية. لا قدر الله هذا الموقف على أحد من المسلمين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد ريان إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. أعتقد أن دورية الوقاية المدنية تتغير، ربما لأن الفريق الأول قد نال منه التعب. في نفس الوقت هناك رجال الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة منذ ليلة أمس أو منذ أول أمس لم يتحركوا من هذا المكان، وذلك لحماية المكان وأيضا ليبقوا على حيطة وحذر حتى لا يسقط أحد الناس في هذه الحفر التي حفرتها الجرافات. إذن متابعينا الأوفياء، نحن معكم مباشرة من إقليم شفشاون جماعة تمرت دوار. من دوار إغران نحن معكم أيضا، صراحة ننتظر على حر من الجمر، ننتظر الخبر الذي ينتظره الملايين وينتظره الآلاف والعشرات من المغاربة و أيضا العشرات من الغير المغاربة، يعني أن اليوم أصبح الموضوع موضوعا عربيا موضوعا عالميا، وخاصة حينما تناولته قنوات إعلامية كبيرة تنقل الأخبار بشكل حصري وبشكل مباشر 24 ساعة على 24 ساعة، هي قنوات عالمية كالجزيرة مثلا، فأصبح الخبر موضوع رأي عام، أصبح الموضوع محطة انشغال. إذن كما تشاهدون متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، الأعمال مستمرة على قدم وساق. أربع جرافات لا زالت تشتغل منذ ليلة الأمس. طيب هناك أسئلة حول لماذا لم تسمح السلطات ليتطوع أحد من الأطفال أو الشباب. صراحة السلطات قالوا إن هذه المحاولات كلها محاولات باءت بالفشل، سواء من الشباب أو من الرجال وحتى من الأطفال، فاعتقدوا أن هذا مضيعة للوقت وأنهم لن يمنحوا فرصة أخرى لأي متطوع آخر. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، للتذكير نحن معكم مباشرة من قلب الحدث، الحدث الذي شغل المغاربة أجمعين جمعاء، عفوا لقد نال من التعب أيضا. هذا الحدث الذي شغل الرأي العام، مبادرة جميلة تستحق التنويه بها، المبادرة التي قام بها سكان القرية، سكان قرية إغران، صراحة لم يبخلوا على الصحفيين ولا رجال الأمن والسلطات والدرك الملكي والقوات المساعدة
وأيضا كل من أتى إلى هذا المكان سواء للتطوع أو من أجل تقديم خدمة، كان هؤلاء الناس وأصحاب هذا المتجر ممن لم يبخلوا عليهم بالأكل والشرب ولو حتى بالمبيت، فبيوتهم مفتوحة لكل من قصدهم. فصراحة هذا هو المضمون في أهل الشمال، ربما وإن صح التعبير في أهل المغرب، في بلد أهل الكرم والجود. قبل قليل ومنذ الصباح والماء والمواد الغذائية تتفرق على الموجودين هناك بدون وجبة محددة، تتفرق المواد الغذائية في كل وقت وحين. طبعا هناك مبادرات قام بها أصحاب المدن المجاورة كأصحاب مدينة تطوان أو شفشاون ومدينة طنجة بشراء الكثير من الصناديق، صناديق قارورات المياه وأيضا الخبز والكثير من المواد الغذائية التي ساعدوا بها المحتاجين هنا، ساعدوا بها الأشخاص المتواجدين هنا والذين يقدمون خدمة ما. طبعا هناك حالة صعبة، سواء إذا أراد الإنسان أن يأكل أو شيء فلا يوجد شيء هنا، لكن كما قلنا أن أهل القرية كانت فيهم كفاية، كما أيضا وضعوا كل إمكانياتهم ووفروها لمن أتى إليهم من أجل تقديم العون ولو بالأمور البسيطة، لكنهم تعاونوا مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الرجال. متابعي قناة الشوق في الإلكترونية، كما تشاهدون نحن الآن على الساعة 1:50 ظهرا زوالا من يوم الخميس، وهو اليوم الثالث الذي سقط فيه الطفل ريان، حفظه الله ورعاه وأعاده إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. العائلة فعلا تمر بأزمة نفسية صعبة 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 للغاية، فرجاؤنا منكم هو الدعاء فقط لهذه العائلة بالصبر وأيضا بالتحلي بالقوة والأمل، والأمل كلنا نتشبث به راجين من العلي القدير أن يعيد ريان إلى أهله سالما بكل صحة وعافية يا رب العالمين. هذا حلمنا ورجاؤنا، هذا هو الحلم الذي كنا سننام عليه ليلة أمس، ولكننا لم ننم فأصبحنا على نفس الحلم. إن شاء الله تبارك وتعالى سيخرج ريان حيا من هذه الحفرة أو من هذا البئر المشؤوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيفرح معه جميع المغاربة، سيفرح والداه، سيفرح أهل المنطقة وأهل الشمال، أيضا سيفرح من يتابعون الخبر عن كثب. للتذكير أن الخبر كما قلنا سابقا أصبح محطة أو أصبح الشغل الشاغل للرأي العام. هناك في هذه المنطقة قنوات تلفزية مغربية معروفة، طبعا هناك قنوات إلكترونية عديدة جدا التي تحاول توصيل الخبر، توصيل الصورة كما هي بالصوت والصورة في اللحظة نفسها. إذن كما تشاهدون متابعي قناة شوقات الإلكترونية، الأعمال ما زالت، إذا متابعي قناة التسويقات الإلكترونية كما تشاهدون الأعمال ما زالت سارية على قدم وساق، السلطات لا زالت تحاول إنقاذ الطفل ريان،
إن شاء الله تبارك وتعالى سيتحقق الحلم وسينقذ ريان وستعود المياه إلى مجاريها إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. للتذكير نحن معكم مباشرة من إقليم شفشاون جماعة تمروت إقليم دوار إغران. هذه المنطقة التي تبعد عن مدينة شفشاون بما يناهز على ما أعتقد 60 كيلومترا أو أقل وربما أكثر، مسافة طويلة تفصلنا عن مدينة شفشاون. هذه المنطقة هي منطقة نائية صراحة، بعيدة جدا البعد عن الحضارة. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نعم نحن ما زلنا معكم في هذا البث المباشر المتواصل من قلب الحدث. رجاؤنا الوحيد منكم هو الدعاء لريان الطفل الذي نام على وسائد أو على وسادة من الحجر وغطى روحه بالتراب. هذا الطفل الذي نام لمدة تقارب 3 أيام في وسط البئر. المؤسف على حسب ما سمعنا أن البئر طوله 64 متراً، ويقال أن ريان في عمق 32 متراً، يعني عالقا فوق حجرة. فنتمنى من الله عز وجل ألا يسقط في العمق المتبقي، راجين من العلي القدير أن يتمكن رجال الوقاية المدنية والمسؤولين عن إنقاذ ريان في فك هذا الأمر وإنقاذ ريان في القريب العاجل، لأنه فعلا ريان قاوم أكثر من اللازم. ريان فعلا أنهك كل صحته وكل قوته، أنهكها في الظلام الحالك، ولو في النهار فهو يعيش في ظلمة الليل. ريان كان يتنهد في الأمس، لكن اليوم ريان يقطع صوته ما عدا أنه يتنفس ويتحرك نوعا ما في المكان الذي هو جالس فيه منذ 3 أيام، وأمر صعب 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 للغاية. نحن ربما في حياتنا اليومية لا نستطيع أن نجالس فيلما مملا ولو لدقيقة، فما بالك أن تجلس في مكان ليس فيه راحة وتجلس فيه بالرغم عنك بدون مأوى، بدون أكل، بدون شراب، بدون مؤونة، بدون نور، بدون أي شيء، أي شيء ما عدا أنت في هذا المكان. فمتابعي قناة أشواقاتي الإلكترونية، لا نطلب منكم شيئا، لا نطلب منكم البرتاج ولا التعليق ولا أي شيء آخر، فقط نطلب منكم الدعاء لأسرة ريان، لأنهم فعلا في أمس الحاجة إلى دعاء لدعواتكم، لأن فعلا فعلا بعد 3 أيام يمكننا القول، وربما يمكننا القول منذ اليوم الأول أن حلول الأرض انتهت، فالأمر متروك لرب السماء ولحلول السماء. فربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، هو الواحد الذي يستطيع أن يعيد ريان إلى أهله سالما معافى. أما من الناحية المجهودات التي تقوم بها السلطات فصراحة أمر صعب 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 للغاية جدا. للتذكير متابعي قناة أشواقاتي الإلكترونية، هناك عيون ما زالت منذ الأمس لم تغمض عيونها. هناك أشخاص صراحة ضحوا بوقتهم، ضحوا بأعمالهم، ضحوا بصحتهم، بكل شيء، فقط من أجل الوجود هنا في هذه المنطقة، فقط من أجل تقديم يد العون ويد المساعدة لريان الأخ الصغير وابننا وحبيبنا وابن حبيبنا. فما شاء الله تبارك وتعالى أمر جد 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 مؤسف، فيؤسفنا
ما تعيشه أسرة ريان وما يعيشه ريان بشكل شخصي. إذا متابعي قناة أشواقات في الإلكترونية، أنتم معنا مباشرة من إقليم تمرد نواحي مدينة شفشاون دوار إغران. إذا متابعي قناة أشواقات في الإلكترونية، طلبنا الوحيد منكم التذكير فقط الدعاء لريان، فهو في أمس الحاجة إلى دعواتكم. بعيدا عنا نحن كإعلام كرجال مهمتهم توصيل الخبر بالصوت والصورة في الوقت نفسه وفي اللحظة نفسها، نحن بذاتنا أثر فينا أخونا ريان، فعلا تأثرنا بهذا الحادث. فصراحة إذا وضعنا ريان في مكان أخينا أو ابننا فصراحة صعب للغاية، وموقف لا يستطيع الإنسان أن يتحمله، لا يستطيع الإنسان أن يضع نفسه فيه، وموقف صعب 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 للغاية. فدعاؤكم لهذا الطفل، الطفل الجميل، الطفل الذي ربما لم يتمكن من اللعب واللهو في هذه الدنيا، ربما ما زال صغيرا، ربما كما قالت أمه بالعامية المغربية، ما تشاف ما تشوف. فرجاؤنا الوحيد منكم هو الدعاء لريان، فكلنا نريد أن نرى ريان في أحضان والداه في هذه اليومين، ومن اليوم لما لا إن شاء الله تبارك وتعالى كلنا نريد أن نرى البسمة مرسومة على وجه والديه عائلة أورام، كلنا نريد أن نرى البسمة مرسومة على هذه الوجوه التي نال منها التعب ونال منها الحزن والكآبة، والتي تسبب فيها هذا البئر المشؤوم. تحدثنا مع شهاد أو شاهد عيان إن صح التعبير، ومع أبي ريان، فقال لنا أن البئر منذ البداية، منذ أيام كان بغطاء، إلا أنه شاءت الأقدار أن يكون في هذه اليومين التي سيسقط فيها ريان بدون غطاء، لتتصرف المكاتب والأقدار وليكون لريان نصيب من مصائب الدنيا ربما. فرجاؤنا منكم أحباب الغوالي هو الدعاء لأسرة ريان، الدعاء لريان بحد ذاته، لأنه هو بطل الموضوع والشخص الذي يحتاجكم، وهو الشخص الذي في أمس الحاجة إليكم. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نحن ما زلنا معكم في تغطية إعلامية مستمرة من هنا من دوار إغران، من موقع الحدث الذي أصبح موضوعا رائجا، أصبح موضوعا يتكلم عنه العالم بأسره، موضوعا يتحدث عنه العرب. لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا الجزائريين الذين نجدهم دائما معنا في صفوفنا بعيدا عن الاحتكاكات التي ربما لا علاقة لها لا علاقة للشعب بها. فشكرا لإخواننا الجزائريين التونسيين ولكل الدول العربية، فهي فعلا دائما معنا في الشدائد، كما نحن أيضا معهم في الشدائد، وهم يعرفون هذا حق المعرفة. إذا متابعي قناة أشواقات الإلكترونية، كما تشاهدون حاولنا تغيير المكان لرؤية أوضح، لتتضح الرؤية لكم. متابعي قناة أشواقات الإلكترونية، نحن نقترب أو هم يقتربون، فنحن لسنا الذين سننقذ ريان، وإنما نحن هنا من أجل أن نوصل صوتكم. إذا متابعي قناة أشواقات الإلكترونية، هذا الذي سأقربه لكم هذا هو البئر المشؤوم الذي سقط فيه ريان. هذه هي الفرقة التي انتقلت كما ذكرنا سابقا، الفرقة التي انتقلت إلى هنا قبل قليل من أجل المناوبة
أعتقد أن هناك حركات غير اعتيادية، هناك حركات متسارعة، وهذا أمر مفرح للغاية، لأنني بكل صراحة وبكل وضوح أشم رائحة إنقاذ أخينا ريان من هذا البئر المشؤوم. طبعا هناك تعليمات، هناك دعاء، طلب الله سبحانه وتعالى يهدينا بها ويهدي الجميع ان شاء الله تعالى. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إخوان، جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. هذا اليوم قد نحسبه سيء، وقد نحسبه شر، وقد يكون لنا خير أن جمعنا الله جميعا في هذا المكان وفي هذا المشهد وكأنه قبر. صحيح ولا خطأ؟ هذا الطفل الصغير 5 سنوات ما عنده لا ذنوب لا معاصي، لا هم يحزنون. إنما جمعنا الله اليوم لنذكر بعدنا إن شاء الله، لنذكر بعدنا إن شاء الله. لا، غادي نذكروا، غادي نذكروا غير بقصة سيدنا نخطبة الجمعة. واش عندنا خطبة الجمعة؟ نذكروا غير جاوب واش عندنا خطبة الجمعة؟ واش عندنا خطبة الجمعة؟ ماشي خطبة الجمعة هذه والله هذه. حاجة شوف، اسمع غير كلشي شي شهادة. الحمد لله، شوف الحمد لله مع مالك البلاد، الحمد لله مع محمد السادس مالك البلاد. هذه فقط تذكرة عن ذكره في قصة سيدنا يونس، ما فيها حتى شي حاجة. كان في بطن الحوت، هذا في بطن الأرض. نعم نعم، شوف وصافي إخوان، وصافي سيدنا يونس كان في بطن الحوت، هذا في بطن الأرض. صافي، علاش الجمعة هذه؟ ولكن ما عندكش الحق تخاطب في الناس، ما عندكش الحق تخاطب في الناس. ماشي إمام مسجد تخاطب في الناس. ما تنفعش لي أنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تستغلش الفرصة، ما تستغلش الفرصة. لا مع مالك البلاد، ما تستغلش الفرصة. عاش الملك. لا مع محمد السادس. الله ينصر الملك. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عني ولو الله الله من رسوله من واش هذا مسجد؟ واش هذا مسجد؟ واش هذا جمعة؟ واش هذا جمعة؟ الله
أغثنا بغيتك، أغثنا بغيتك، أغثنا بغيتك، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماوات والأرض، إخوان اللي خدامين اللهم أعينهم، اللهم أعينهم، اللهم أعينهم، اللهم أعينهم، اللهم إننا نريد ريان حيا، اللهم إننا نريده بيننا حيا، اللهم أخرجه من تحت الأرض حيا، اللهم أنقذه كما أنقذت الأنبياء، أنقذت الصديقين، أنقذت المرسلين، يا ذا الجلال والإكرام، نعيد سؤالنا لك يا ذا الجلال والإكرام، جمعتنا بغير موعد، أغث بلادنا بالمطر، أغث بلادنا بالمطر، اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم حببنا لبعضنا، احنا ما عندنا حتى مشكل مع شي واحد، اللهم حببنا لبعضنا، اللهم حببنا لبعضنا، اللهم حببنا لبعضنا، احنا ما عندنا معكم حتى شي حاجه، الا كنتوا مدينه نظره شي على شي ناس اخرين، احنا الحمد لله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا معكم حتى شي حاجه. اخوان اخوان كاملين، انا كنشكركم انكم جيتوا حضرتوا اليوم وقمتوا بهذه الوقفه مع هذا الطفل الصغير، وهذا غير امتحان من عند الله سبحانه وتعالى، انكم جمعكم وبغيتوا في المغاربه، واش مشات منهم الانسانيه ولا بقى فيهم الانسانيه؟ ولكن الحمد لله جددتوا مبدا التضامن
وجددتوا مبدا الوحده، وجددتوا انكم مغاربه، جددتوا انكم اتباع اجدادنا المغاربه، رغم انه اصبحت يعني مشاكل في الاونه الاخيره، ولكن اليوم جددتوا الوحده وجددتوا التلاحم. انا بالنيابه على الشعب المغربي كنشكركم جميعا، كنشكركم جميعا على الوقفه ديالكم. شكرا. ودعوا مع خونا ريان ان شاء الله. تحيه تحيه لكم الخوت، والحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، وما عندنا معكم حتى شي حاجه، وهذا راه إذن متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نواصل هذا البث المباشر. هذا البث المباشر أتى من أجل الدعاء لريان، فهناك ما يزيد عن مئات الآلاف من الأشخاص موجودين في هذا المكان، ويقال أن دعوة فنسأل الله السلامة والعافية لريان، نسأل الله أن يعيده إلى أهله سالما معافى يا رب العالمين. اللهم ارزق أهله ووالديه الصبر على هذه المصيبة، اللهم اجعلها مغفرة لذنوبهم يا رب العالمين. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، من زاوية أخرى نرى الطفل، أو نرى عفوا البئر المشؤوم الذي تجرأ وفقد أخلاقه حتى تجرأ على طفلنا ريان، حبيبنا وأخينا وابننا وابن حبيبنا كما قلنا سابقا. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيده إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. أحبابي الغوالي، سأريكم مشهدا صراحة والله تقشعر له الأبدان، في كما يقال في غياب الإنسانية. شاهدوا معي هذه أو العشرات الآلاف من المواطنين الذين أتوا من كل حدب وصوب إلى هنا، إلى هذه الوجهة. ثم هناك كما ترون مئات الأشخاص، وثم هناك من زاوية ثالثة مئات الأشخاص. فلا أعرف صراحة ماذا أقول، إلا أنه هذا إن دل على شيء فهو يدل على حب المغاربة لبعضهم، حب المغاربة للعطاء للكرم وللجود، حب المغاربة لمساعدة بعضهم. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما تشاهدون الجرافات تصل إلى عمق ليس بعمق هين، الجرافات تصل إلى عمق طويل جدا، كل الأشياء تدل على أن ريان إن شاء الله تبارك وتعالى أصبح يقترب منا إن شاء الله تبارك وتعالى. ريان سيصبح بيننا إن شاء الله تعالى بأمر من رب العباد، ولو بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى. فكلنا أمل أن يعود ريان إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. كما تشاهدون أربع جرافات قيد الاشتغال، كلها سخرتها الجهات المسؤولة، سخرتها الوقاية المدنية والسلطات المعنية من أجل الطفل ريان صاحب الخمس سنوات الذي سقط في هذا البئر المشؤوم منذ ما يقارب ثلاثة أيام. سقط يوم الثلاثاء، وأمس كان يوم الأربعاء، أما اليوم
فهو يوم الخميس. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كلنا أمل أن يعود ريان إلى أهله سالما غانما معافى بعدما حل ريان بقلوب الملايين من المغاربة، بعدما حل ضيفا على عقولنا وأذهاننا وأصبح موضوع رأي عام، شغل الرأي العام، شغل المغرب والمغاربة، شغل المدن وشغل الأوطان العربية والأوروبية، شغل العديد والعديد. هذا ريان، شاءت الأقدار أن يخرج طفل من هذه القرية لنتعرف نحن على هذه القرية من زاوية أخرى، من زاوية أخرى هي مصيبة فجعلها الله مغفرة لذنوبه ولذنوب أهله. من جهة أخرى كما ذكرت هي خير لأهل المنطقة، فلولا ريان ما عرفنا أن في بلدنا وفي وطننا هذا الحب، هذا التآخي والتآزر، هذه الإنسانية، هذه المعاملة، هذا الدين الذي لا زال قائما يجمعنا بعد 1440 عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ها نحن اليوم نرى أن التآخي والتآزر ما زالت أوصاف مستمرة في قلوب المغاربة، ما زال المغاربة يتحلون بهذه الأخلاق الحميدة. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، هناك تحركات غير اعتيادية، تحركات عدة، هذا إن دل على شيء فهو يدل على أننا نقترب إن شاء الله تبارك وتعالى من ريان، وريان يقترب منا ويقترب من أهله أكثر من كل شيء. هذا هو البئر المشؤوم، وهناك حركات تحوم حوله، أعتقد أنه الوقت المناسب إن شاء الله تبارك وتعالى يعود ريان إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. ريان سيعود، ريان سيعود رغما عن أنوفنا، سيعود بالقدرة الإلهية، ريان سيعود إن شاء الله تبارك وتعالى ولو بعد حين، سيعود ريان شئنا أم أبينا، فهي أقدار الله تتصرف. أحبابي الغوالي، ما أطلبه منكم هو ترك دعوات ليس لي وإنما لريان، فريان هو في أمس الحاجة. إلى دعوات إسعافي والسيارات التي لها دور مهم في إنقاذ ريان، لأنه فعلا كثرت السيارات، سيارات الصحافة، ربما سيارات الإعلام، سيارات الكثير والكثير من الأشخاص، متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية نعتذر لكم على هذا الانقطاع، للتذكير أنه مكان الشبكة ضعيفة فيه للغاية، فنعتذر لكم على هذا الانقطاع، وأجدد أننا موجودون هنا من قلب الحدث من دوار إغران بجماعة تمرد بإقليم شفشاون أو بمدينة شفشاون بنواحيها، من أجل توصيل الخبر لمن ينتظر الخبر، لمن هو مشغل أو عفوا منشغل في ذهنه وفي جسده وفي عقله عن قضية ريان، القضية التي أصبحت قضية رأي عام، قضية ضخمة جدا، قضية تدخل فيها العديد من المؤثرين، العديد من صناع المحتوى، العديد من القنوات الإعلامية، القنوات الإلكترونية، الكثير 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 الذين تدخلوا في هذا الموضوع حتى أصبح قضية رأي عام.
هناك حركة غير هي موجودة فوقنا بالتحديد، هي هنا لتحديد شيء ما يستعملها طبعا رجال القوات المساعدة والوقاية المدنية. كما ذكرت لا بد وأن هنا كما تشاهدون متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، رجال الوقاية المدنية يحاولون تغيير الأكسجين لريان. على ما نعتقد هذه عملية لتغيير الأكسجين. كما تشاهدون متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، هذه طريقة لتغيير قارورة الأكسجين، الأكسجين الذي يستنشقه ريان في قاع البئر. هي محاولة لتغيير القارورة، حاليا سيتم إرجاعها كما تشاهدون، سيتم إرجاع القارورة إلى ريان. ريان فعلا في أمس الحاجة إلى الأكسجين. حاليا تم أخذ القارورة الفارغة وتم تغييرها بالقارورة الممتلئة. هذا الأمر متابعينا فعلا قد طال أكثر من اللازم، مما يزيد من خوف المواطنين وارتباكهم. إذن متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، رجال الوقاية المدنية يتمكنون من تغيير قارورة الأكسجين للطفل ريان، لأخينا وحبيبنا ريان. طبعا الحبل الذي يرسل إلى ريان يرسل بإحداثيات طبعا وموزون.
والله متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، إن التعب قد نال منا حقيقة، والإنسان ضعيف أما الاعتراف فهو أمر واجب على الإنسان. وصلنا إلى نقطة صعبة صراحة من العياء والتعب، بحكم أنها كانت ليلة طويلة، وأيضا هذا اليوم أطول، ولا نرجو من الله عز وجل أن يطول هذا الحادث أكثر. كما ترون هنا على ما أعتقد أنه الهلال الأحمر المغربي، وصول هذه الفرق من أجل تقديم المساعدة طبعا. وأعتقد حسب إعلان رأيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها أعلنت تضامنها قبل سويعات من الآن، ها نحن نراها الآن في ساحة المعركة، الهلال الأحمر المغربي. فهل يستطيع الهلال الأحمر المغربي تقديم مساعدة لإنقاذ الطفل ريان؟ متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نحن ما زلنا معكم على الهواء مباشرة من جماعة تمرت إقليم مدينة شفشاون، بالضبط دوار إغران. هذا الدوار الذي لم يشهد أي حادثة مثل هذه. هذه الحادثة في سابقة من نوعها، هي الحادثة التي تقع هنا بدوار إغران. فطبعا ليست هناك لأهل القرى ولا السلطات خبرات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، لأنه فعلا تحدث سقوط أو يسقط أطفال في البئر، لكنه ليس كهذا، ليس كهذه الحفرة. فصعب صعب صعب للغاية أن تخرج طفلا من حفرة لا يصل قدرها إلى على ما أعتقد إلى 20 سنتيمترا في العرض، وأعتقد أنه هذا حد أقصى للغاية. متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما تشاهدون ما زلنا في هذا البث المباشر، نحن هنا من أجلكم، نحن هنا من أجل ريان، من أجل توصيل الخبر بالصوت والصورة إليكم في أبهى حلله، نحن هنا من أجل أن يرتاح ضميركم، نحن هنا من أجل زرع الطمأنينة، نحن هنا لممارسة عملنا الصحفي، ممارسة هذا العمل الشريف، نحن هنا تلبية لدعوة الإنسانية قبل دعوة ريان. إذا متابعي قناة أشواق تيفي، كلنا أمل في خروج ريان من بئر الشؤم، من بئر الكآبة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيخرج ريان في القريب العاجل. هذا أملنا وأمل كل المغاربة. كما تشاهد عملية الحفر ما زالت مستمرة منذ يومين وأكثر. طبعا تمت الاستعانة بمهندسين وخبراء يمارسون هذا العمل، عمل الإحداثيات، عمل الهندسة والترقب. طبعا هذا أمر ليس عشوائيا، وإنما هناك أيادي تلعب دور مهم في إخراج ريان من هذا البئر المشؤوم إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن هنا معكم في صورة مباشرة من قناة أشواق تيفي الإلكترونية، نحن هنا معكم إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يخرج ريان.
حركات غير اعتيادية كما قلنا، لا بد وأننا نقترب شيئا فشيئا، نقترب بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. كلنا أمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يخرج ريان، رياننا ليس ريان والده فقط وإنما ريان الشعب، ريان الأمة المسلمة جمعاء، وربما أصبح حتى ريان للعالم أجمع. نحن ما زلنا معكم متابعي قناة أشواقات الإلكترونية في صورة مباشرة متواصلة من قناة أشواقات الإلكترونية. متابعي قناة أشواقات في الإلكترونية، نحن ما زلنا معكم بالصوت والصورة، ما زلنا معكم من قلب الحدث. نريد توصيل الخبر إليكم بأقصى السرعة، نريد توصيل الخبر إليكم مهما كلف الثمن، نريد توصيل الخبر إليكم ولو كلف ذلك أرواحنا. ففعلا والله حتى الكلام لم أستطع إخراجه في هذه الأثناء، لأنه كما ذكرت نال منا التعب نيلا إن صح التعبير. والله فليلة كانت صعبة للغاية بدون نوم، يوم آخر وهو هذا اليوم بدون نوم، فالأمور تصعب علينا جدا 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 جدا. فكلنا أمل أن يخرج ريان إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسعد به ونسعد مع والديه، وتعود المياه إلى مجاريها في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. لمتابعي قناة أشواقات الإلكترونية، سنبقى معكم على تواصل دائم لمدة 24 ساعة على 24 ساعة حتى يخرج ريان إلى أهله سالما معافى. كما ترون على ما أعتقد أن هناك جرافتين أو ثلاثة جرافات توقفت عن العمل، فيما زالت لازالت واحدة أخرى تشتغل على ما أعتقد، هذا حسب تحليلي الشخصي، فأعتقد أن العمل اقترب من الانتهاء، فجرافة واحدة كافية لوضع اللمسات الأخيرة على محاولة إنقاذ ريان. متابعين قناة أشواق تي في الإلكترونية، شاركونا آراءكم وحلولكم، كيف يمكن مثلا للسلطات أن تساهم في إنقاذ ريان بالشكل العاجل، كيف يمكننا التقلص أو كيف يمكننا التخلص صح التعبير من هذه الفاجعة، كيف يمكننا التخلص من هذا الهلع، هذا الرعب الذي زرعه هذا البئر في قلوب المغاربة. شاركونا آرائكم. متابعي قناة أشواقات الإلكترونية، عودة إليكم بعد هذا الانقطاع القصير. نذكر أن الانقطاعات تحدث لضعف الشبكة، متابعي قناة أشواقات الإلكترونية ما زلنا معكم في بث مباشر متواصل. والله قد طال انتظارنا للخبر الذي ننتظره جميعا، خبر خروج الجميل ريان من هذا البئر المشؤوم. آه يا ريان، آه على
حظك وعلى حظ طفولتك، شاءت الأقدار أن تكون موضوعا يشغل الرأي العام، موضوعا يشغل العالم، موضوعا يشغل الصغير والكبير. أسر باتت في ليلة الأمس صاهرة بعيون لم ترى النوم. المغاربة والمغرب والجميع ترقبوا ليلة أمس، لأنها كانت صراحة هي الأمل في إخراج ريان، ولكنها لم تشأ الأقدار، وأقدار الله تتصرف ولا يمكننا أن نتحكم فيها. إذا متابعي قناة أشواق الإلكترونية، على ما أعتقد أننا نتابع اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل ريان. المهندسون يشتغلون في الأسفل مع مهندس آخر هنا في الأعلى، والذين يقيسون مدى علو المكان المتواجد فيه نحن، وأيضا ليعرفون ما مدى المدة التي سيستغرقها الحفر، وهل انتهى الحفر. هذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. على ما أعتقد أن الأمور كما ذكرنا، الأمور تتسارع، السلطات تتسارع في إنقاذ ريان، حتى الزمن يتسارع، ليس فقط السلطات. فوالله مر علينا هذا اليوم بشكل سريع للغاية. غالبا النوم صراحة، وأصبحنا في حالة يرثى لها. لقد تمكن منا وأنهكنا وأنهك قوتنا، فصراحة عن نفسي لم تعود لدي قوة للوقوف أكثر. متابع قناة أشواق في الإلكترونية، المهندس يقول أنه تم حفر، وهذا طبعا خبر يقين، تم حفر 23 مترا والباقي 8 أمتار. على ما أعتقد أنها تستغرق ساعة، واحدة أو أكثر. آه يا ريان، كم نتمنى خروجك في الوقت العاجل. والله يا ريان، حتى وإن لم نكن نعرفك فلقد اشتقنا إليك كثيرا. اشتقنا لك بقدر ما اشتاق لك أهلك يا ريان، بقدر ما اشتاق لك والدك. يا متابعي قناة أشواق الإلكترونية، أعتذر جدا الاعتذار، فحتى لساني لم يعد يطاوعني في إكمال الحديث معكم والدردشة معكم في نفس الوقت توصيل الخبر إليكم، الخبر اليقين. فأعتقد أنني سألهي هذا البث المباشر على أمل أن نعود إن شاء الله تبارك وتعالى بعد دقائق، ربما نعود رفقة الصديق والزميل الأخ حمزة مراسل قناة أشواق في الإلكترونية. إذا متابعي قناة أشواق، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، شكرا جزيلا لتضامنكم مع ريان، شكرا لدعمكم، شكرا لتعاونكم، شكرا لكلامكم الطيب. أما بالنسبة لمن يقولون أن المسؤولية تطرح أو أن المسؤولية واللوم يجب أن يكون سببه هو والد ريان، فأقول لكم أنتم مخطئون، ومخطئون للغاية.
لماذا؟ لأنه لا ريان ولا والده ولا والدته كان لهم دور في ذلك. يا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للتذكير، هذه أمور يتصرف فيها رب العزة، فلا علاقة لوالد ريان بهذا الموضوع ولا علاقة لوالدة ريان بهذا الموضوع. دمتم بخير وإلى بث آخر قريب، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.